هويدية، هويدية encore une autre histoire. هويدية c'est un endroit qui est situé à Tabarka, tout près de Tabarka, 13 kilomètres je crois de Tabarka, en pleine Krumiri. C'est une région qui théoriquement sur la carte elle est marquée en bleu, la carte de la pluviométrie, c'est-à-dire que théoriquement elle regorge d'eau. Sauf que ce village perché dans la montagne, formé de plusieurs douars, a souffert de l'installation d'une carrière par un potentat de la région et qui a complètement sali, qui a complètement pollué la source d'eau, l'unique source d'eau dont ils vivaient, dont ils s'abreuvaient et irriguaient leur culture. Donc il y a eu tout un mouvement collectif qui a drainé toute la population. Ils ont dressé des tentes à l'entrée de la carrière. Pendant 9 mois, ils ont mené un combat acharné en solitaire. Et ils ont choisi aussi la voie de la légalité. Donc ils ont déposé plainte, ils ont fini par gagner leur procès. شوف الزيتونة معناها وتمسكها معناها بال بال بالتربة. احنا موجودين لهنا معناها اللي ما يزيد على 300 سنة، فيجي تجي الرأسمالية الاستخراجية الكارير هذا في التسعينات، في نهاية التسعينات، ومن أجل أنه معناها المفارقة وفي علاقة في ربط بما قاله حنامينا، هي مفارقة معناها التعمير والتهجير. كلما وجدت الثورة وجد الصراع، وجدت المعارك، معناها لأنه التكالب متاع ما أطلقوا عليه بتسمية الضباع البشرية هو طبيعي، هو أنه يحب يربح، معناها لا يعنيه بالمرة معناها وجود الناس القرويين هذوما في المكان هذا. كان لا خيار لنا إلا الثبات على أرضنا والنضال من أجل أنه معناها نفرض غلق المقطع معناها بإرادة شعبية، وكتبنا حتى في لافتاتنا قلنا راهو المقطع مغلق بقرار شعبي. الأصل كيفاش كانت البلاصة هذه؟ في البلاصة هذه ما تختلفش على وين كنا نمشوا معناها. هذه الحفرة هو اللي عملها. هي بينسير بالعكس كانت أي أعلى. استغلال نتاع عام عامين هكا ليه 12 اكثر حتى من 12 ايه هذا بور كروزيت وسا حبلوا نقعد نلقى بال 20 بدون 30 بدون 40 بدون نحن والعباد، خاطر المجتمع ياسر نحن ندور الفوق برشا، نضيع الوقت داري ما نوصلش نخدمها، هوايش مربيت ما نوصلش نخرجهم نسرح بهم نوكل في القرط، تو الماء نهز هذاك نزيد نكت منه بدون الهوايش باش يشربوا. تعبين ياس. بل كانت قويه. تو السخانه هذايا الميقل والبيدون يدي بربع ساعه. هاك تدب قيله. ربع ساعه باش يتعبى. باش يتعبى. بعدين انت كي يجوا 10 من الناس في ربع ساعه. سافي يدير التالي يقعد لليل. ما عادش يعبي. وغيره وغيره وغيره. تخليها كاكا برك. شد في ربي وكاو هذا مثلا فلاح هذا كان عنده 40 سنه والحل مشيه جر نحل كان يعيش من العسل وجر الدب راح وجر مشيه ما عادش تسقيه ما عادش وما عندناش ندلوا شويه خضره دب راسه مع الوالي ودبت الدنيا كله مشيت حبس الدنيا كلها كاك لا جرح بس لا خضره حبس مع من يزرع وتياكل ولا عاد معنا الناس تفرض حتى في الماء تلقى الماء تشرب ومعنا وتخسر حالتها هذا الكل نحت يا بنين يا بنين خزن الفوق في راس الجبل هذاك يا اخي تو هذاك هذاك الماء جاي بينهم اللوط تو باش نتاع سونات تو باش نولوا نعاركوا على الماء هذا تيجي نتاع سونات سونات تو هذاك هو هذاك الحل الوحيد يجيني الماء هكا كيف يجيني الماء هكا تولي العين نستغنوا عليه نستغنوا عليه عاد ما يتلفتش تولي عند الوجود باش تسقوا جركم اي تولي سقوي عاد لا لا تولي عاد العين نستعملوها سقوي على شويه خضره ولا على شجره ولا على حاجه سماها صافيه اي تولي عاد سقوي
هات كذلك فيها الطابعه مهم على الاقل على الاقل باش نشربوا الاخر الماء الاخر. اما الفلوس واحد يعطي لفلان والاخر يعطي لفلان خي مشروع مكملش وهو جاي تحب يصحى عليه ها جاي تحب يصحى عليه المشروع مكمل زعم المول ما في بالهوشي المعتمد ما في بالهوشي المدير نتاع السونات ما في بالهوشي كيفاش انت تصحح ما تطلعش انت ترقد المشروع وتشوف عندك تعود تخدم في دارك لازم باش تجي تطلع البنا باش تخدم اليوم ها لان الذاكرة يلزم الذاكرة الجماعية حبيبي معناها لهنا مثلا نرحى هذايا واحد لانه هو وخاصة الكلام موجه رفيقي لنا فتحي يدرك جيدا انه المجتمعات ما يسمى بالما قبل الرأسمالية المحلية هي اللي تبدا عندها مناعتها في ذاكرتها الجماعية معناها وعندنا معنا أمثلة في التاريخ موجودة معنا وفي هذا المبدأ المبدأ هو استغلال الحجر الخشب القصب الديس والقصب في رمزية معنا لأنه هو المفروض السياج أو الصور يجيب الحجر ما أنا آمن معناها أنا آمن معناها مسيج بالقصب أنا عبارة عصفور نعيش في أرضي وقت تسجيج معناها مسيج بالقصب باش ما يدخلش حيوانات تاكل الجر وخادم بال معناها الحجر خادم به الداخل والتين والتين أي التين مهم برشا لأنه عندنا مناجم متاع التين على مستوى الأنشطة اللي المفروض معناها باش تكون أنا باش يتسمى باسم حبيبتنا لينا البروجي لأنه يعني في علاقة بلينا معناها ثم معناها هي كانت باش تجي لهنا للهويدية وتوفى طارق الجزيري فمعناها حقيبة السفر نتاعها معناها كانت حاضرة وتوفت فأردت معناها أنه معناها يكون الفضاء هذا هو امتداد لينا والروح لينا من معناها من جهة ومن جهة أخرى زادة أنه نخلق ثقافتنا البديلة معناها انهار يا مواطن أبي هلا ساعدتني يجب أن أعد ملفا عن الماء وتنقصني المعلومات الماء هو الحياة أنا بحاجة إلى معلومات عن قيمته.